السلام عليكم. شخصية هذا اليوم هي شخصية سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس بن مالك كان من بين أكثر الصحابة لطفاً وإحساساً بالجمال. يقول يوماً: فشاهدت وجه رسول الله فكأنه ورقة مصحف. تشبيه جمالي شاعري. ويقول: ما مسست يداً ولا شيئاً ألين من كف رسول الله، ولا شممت عطراً أطيب من ريح رسول الله. هذا المعنى الجمالي الذي اتصف به سيدنا أنس يعكس لنا طبيعة نفسية مرهفة رقيقة لطيفة. من العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أنس بهذه الخاصية، فيقول سيدنا أنس: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. لكن النبي في أحاديث أخرى أنكر على كثير من الصحابة، فبرأ مما فعل خالد وقال لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. لكنه لم يتعامل مع سيدنا أنس بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن فن التواصل ويتعامل مع كل إنسان بما يميزه عن الآخرين وبصفاته التي تميزه. سيدنا أنس كان صاحب ذاكرة قوية، وكان من بين أعلى الصحابة رواية للحديث. كان راميا لا يشق له غبار، وكان خادما للنبي. شخصية عملية تقوم بواجبات النبوة التي يؤمر بها.